كثيرا ما سمعنا عن المفاعلات النووية، لكننا لم نتساءل يوما ما هي مبادئ المفاعلات النووية وكيف تعمل. ونحن هنا لا نتحدث عن جميع الأشخاص، بل على الأغلبية العظمى. لذا قررنا عرض هذا المحتوى لكم اليوم، ولأفضل معرفة سنأخذكم في رحلة قصيرة إلى الماضي لنتعرف على الأمر منذ البداية. وقبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم على دعمكم. كما يقولون أن الحاجة أم الاختراع، لذلك عندما شعر أسلافنا بالبرد في العصر الحجري لجأوا إلى الأغصان الجافة لإشعال النار للحصول على الدفء وإضاءة الكهوف، ثم قاموا بتطوير الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وعندما وصلوا للكهرباء ظنوا أن التقدم قد بلغ ذروته، حيث شاهدوا لأول مرة المصابيح تنير جميع البلاد وآلات كبيرة تعمل بمحركات كهربائية. لكن التقدم باقيا ما دام الإنسان باقي. ففي ديسمبر من عام 1942 ظهر أول مفاعل نووي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي حمل اسم صاحبه أي فيرمي، والذي كان واحدا من أعظم العلماء آنذاك. لم تمر سوى 3 سنوات فقط حتى نشأت منشأة زيب النووية في كندا. أما أول مفاعل سوفيتي F1 فقد تم إطلاقه في نهاية عام 1946، وقد أصبح كورشاتوف الفيزيائي الكبير رئيسا للمشروع النووي المحلي. النتيجة هي وجود أكثر من 400 وحدة طاقة نووية تعمل بنجاح في العالم في وقتنا الحالي. ما هي أنواع المفاعلات النووية؟ وقبل أن نعرف الأنواع دعونا نفهم الغرض منها. في البداية الغرض الرئيسي من المفاعلات النووية هو دعم التفاعل النووي الذي ينتج الكهرباء، إذ أن هناك تفاعلات نووية تنتج أشياء أخرى. ببساطة هي أجهزة تقوم بتحويل مواد إلى مواد أخرى مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة الحرارية. فمثلا هناك النوع الذي يسمى الفرن، وهو نظام يقوم بحرق نظائر اليورانيوم 235 و238 وكذلك البلوتونيوم بدلا من الأنواع التقليدية للوقود. وعلى عكس السيارة مثلا التي تتقبل أي نوع من أنواع البنزين، فكل نوع من أنواع المواد المشعة تتوافق مع نوع معين من المفاعلات النووية. هناك نوعان من المفاعلات، نيترونية بطيئة مع يو 235 وسريعة مع يو 238 والبلوتونيوم. تحتوي معظم محطات الطاقة النووية على مفاعلات نيترونية بطيئة، وبالإضافة إلى محطات الطاقة النووية تعمل المنشآت في مراكز البحوث على الغواصات النووية ومحطات تحلية مياه البحر. كيف يعمل المفاعل النووي؟ تتشابه جميع المفاعلات تقريبا من حيث التخطيط. قلبها أو مركزها هي منطقة نشطة للغاية، فهي أشبه بالموقد العادي، ولكن هناك وقود نووي بدلا من الحطب، ومع وجود وسيط TVELS. وتقع هذه المنطقة النشطة داخل ما يشبه الكبسولة، وهي عبارة عن عاكس نيتروني. يتم غسل القضبان بواسطة سائل تبريد نظرا لأن القلب يحتوي على مستوى عالي جدا من النشاط الإشعاعي. يتحكم المشغلون في نظام المصنع باستخدام نظامين مهمين، وهما التحكم في التفاعل المتسلسل ونظام التحكم عن بعد. وعند حدوث شيء غير طبيعي يتم تشغيل الحماية في حالات الطوارئ على الفور، فاللهب الذري غير مرئي. ولأن العمليات تتم على مستوى الانشطار النووي، أما في سياق التفاعل المتسلسل تتفكك النواة الثقيلة إلى أجزاء أصغر، والتي تصبح عند الإثارة مصادر للنيترونات والجزيئات دون الذرية الأخرى. لكن العملية لا تنتهي عند هذا الحد، حيث تستمر النيترونات في الانقسام، ونتيجة لذلك يتم إطلاق الكثير من الطاقة. هذا ما يحدث من أجل مفاعلات الطاقة النووية التي يتم بناؤها. تتمثل المهمة الرئيسية للموظفين في الحفاظ على التفاعل المتسلسل بمساعدة قضبان التحكم على مستوى ثابت وقابل للتعديل. هنا يكمن الاختلاف الرئيسي بينها وبين القنبلة الذرية، إذ أن التحلل النووي لا يمكن السيطرة عليه، ويتقدم بشكل سريع في شكل انفجار نووي. وهنا سنتطرق لما حدث في كارثة تشيرنوبيل لتوضيح هذا الأمر. حيث كان أحد الأسباب الرئيسية للكارثة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أبريل من عام 1986
هي الانتهاك الجسيم لقواعد السلامة التشغيلية في سياق الصيانة الروتينية في وحدة الطاقة الرابعة. أضف إلى ذلك قيامهم بإزالة 203 من قضبان الجرافيت من قلب المفاعل في نفس الوقت بدلا من 15، وهذا هو العدد الذي تسمح به اللوائح. كانت النتيجة سلسلة من ردود الأفعال غير المنضبطة، والتي بدأت وانتهت بالانفجار الحراري وتدميرا كاملا لوحدة الطاقة. الآن دعونا نتحدث عن الجيل الجديد من المفاعلات النووية. على مدى العقد الماضي أصبحت روسيا واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة النووية العالمية، وفي الوقت الحالي تقوم شركة روزاتوم الحكومية ببناء محطات طاقة نووية في 12 دولة، حيث يتم بناء 34 وحدة طاقة، وهذا إن دل على شيء فيدل على ارتفاع مستوى التكنولوجيا النووية الروسية الحديثة. أما عن التالي في خط الإنتاج فستكون مفاعلات الجيل الرابع الجديد بريست، وهو واحدا من هذا الجيل والذي يتم تطويره كجزء من مشروع بريك ثرو. في الوقت الحالي تعمل أنظمة الدائرة المفتوحة على يورانيوم منخفض التخصيب، مما يترك كمية كبيرة من الوقود المستهلك الذي يتم التخلص منه. هذا أمر مكلف للغاية، ولكن بريست هو مفاعل نيتروني سريع مع دائرة مغلقة فريدة من نوعه، كما أن الوقود المستهلك في عملية المعالجة يصبح وقودا كاملا مرة أخرى ويتم إعادة استخدامه في نفس العملية. ولكن ليس هذا كل ما لدينا. يتميز بريست بمستوى عالي من الأمان، مما يجعل عملية انفجاره شيئا مستحيلا، كما إنه اقتصادي وصديقا للبيئة لأنه يعيد استخدام اليورانيوم المتجدد. وأخيرا فهو لا يستخدم لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة، وهذا يعني أن تفتح آفاق أوسع لتصديره. مفاعل VVER 1200 هو مفاعل مبتكر من الجيل الثالث، سعته 1150 ميجاوات، وبفضل قدراته الفنية الفريدة أصبحت لديه سلامة تشغيلية مطلقة تقريبا، فهو مجهز بالكثير من أنظمة الأمان التي تعمل حتى في حالة عدم وجود طاقة في الوضع التلقائي. أحدها هو نظام إزالة الحرارة السلبي، والذي يتم تنشيطه تلقائيا عندما يتم إلغاء تنشيط المفاعل تماما. في هذه الحالة يتم توفير خزانات هيدروليكية للطوارئ، ومع انخفاض ضغط غير طبيعي في الدائرة الأولية يتم صب كمية كبيرة من الماء التي تحتوي على البرون في المفاعل، ولكي يروي التفاعل النووي ويمتص النيترونات. وفي الأسفل يوجد ما يعرف بفخ الذوبان ميلتي تراب، ووظيفته هو احتواء الحوادث وعدم وصول المواد المشعة إلى الأرض مهما حدث. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو يا أصدقائي. إذا أعجبكم هذا الفيديو فقط اضغطوا على إعجاب، وإذا أعجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات فقط أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. إلى اللقاء في فيديو قادم.